عايز اتكلم مع حضرتك عن الفتره اللي جايه. الزمالك مش بس خلاص اخد دوري وسكت او اخد لا ده انت دوري بقى عندك سعيد، لسه عندي بطوله مهمه، انت بطوله عالميه، عندك يعني كاس لوسيل موقعة لوسيل دي حاجة قويه جدا، ازاي نستعد ليها؟ شوف هي قوية من وجهة نظر الحاجتين. أولا بطولة عربية تفرح جماهير الزمالك في كل مكان في الوطن العربي، صحيح، في قاعدة عريضة قوي قوي من الجماهير منتظرة هذه المباراة، هي استكمال لفرحة الزمالك بجماهيره بمجلس إدارته بجهازه الفني، هي كمان تأكيد لقوة نادي الزمالك أو فريق الزمالك عربيا وإفريقيا، فليها أكتر من عوامل ولها أكتر من عامل ولها أكتر من هدف. هذه المباراة ليست المباراة لحصد الجائزة الضخمة اللي موجودة سواء مليون أو مليون ونص في حالة الفوز في المباراة، ولكن هي أنا من وجهة نظري لها أهداف أخرى كتير، استمتاع جماهير بالقاعدة العريضة اللي موجودة في على مستوى الوطن العربي، ودي أهمية تاريخية كمان، ودي وأهمية تاريخية، وبين فريقين من بلد عربيين، بين يعني الهلال برضو قوة لا يستهان الاثنين بها، من نجوم الشرق الأوسط، يعني فرقتين قوة لا يستهان عمالقة. بها. فأنا يعني أنا من وجهة نظري مباراة السوبر دي من يعني من أهم المباريات اللي ممكن تفيد الزمالك في مشوار الفترة اللي جاية. ازاي نستعد لها في نستعد لها، الملعب بقى؟ لا نستعد لها دي الجهاز الفني. أنا المعلومات اللي عندي إن هو في معسكر يوم السبت تقريبا، 3/9، يوم السبت تقريبا معسكر للمباراة، في كل نجوم الزمالك عندهم إصرار وعزيمة، الجهاز الفني عارف كويس قوي هو هيعمل إيه في المباراة. فيريرا منتظر هذا اللقاء بفارغ الصبر ليضيف الى سجله التاريخي اولا، لان المدربين الاجانب لابد ان هم يهتموا اللقاءات الكبيرة دي، باللقاءات الكبيره، لان ده بيضاف الى سجلهم التاريخي، سجلهم او انجازاتهم في السي في بتاعهم التاريخيه. صحيح. والراجل يعني انا متهيألي كده ان هو حابب ان هو يختم حياته في الزمالك. طبعا هو زملكاوي، هو باين جدا هو زملكاوي بيحب النادي، حياته يختمها في الزمالك بعدد كبير او عدد وافر من البطولات، وان شاء الله يعني البطوله القادمه هي بطوله السوبر المصري السعودي. هل ممكن نشوف حد من الصفقات الجديده في ماتش السوبر المصري السعودي، ولا ممكن ما نكونوش جاهزين؟ لا انا متهيأ ان هم هيبقوا موجودين في القوام في الفريق في البعثه، ولكن اختيارهم لخوض المباراه ده راجع للجهاز الفني، خاصة ان هم لسه ما خدوش على الفريق، لسه ما انسجموش مع الفريق، فممكن انا شايف لا، وكاس لوسيل قريب يعني، ممكن نزولهم يكونوا صعب يعني، نزولهم صعب الا لو يعني. حد فيهم جاهز بقى، لو حد فيهم جاي اوريدي جاهز. لو في الجهاز الفني شايف ان مثلا ممكن المغربي ينزل في جزء من المباراة، ده وارد. انا شايف ان احمد ايمن منصور لا غنى عنه في الماتش ده، في الماتش ده لا غنى عنه، لأن هو بيحقق المعادلة الصعبة لفيريرا، سواء بيلعب بثلاثة خمسة أو بيلعب بخمسة ثلاثة، هو بيحقق المعادلة بتاعته دي. هل مدرب الهلال كان ليه تجربة في مصر الفترة الأخيرة وعارف الدوري المصري وعارف نادي الزمالك، هل ده يسهل على الماتش شوية ولا لا؟ الزمالك اتغير عن الفترة دي؟ بالتأكيد، لا بالتأكيد، أي مدير فني هيبقى فيه لقاء كبير بالشكل ده لابد ان هو يدرس الفرقه المنافسه ليه، واي مدير فني لابد ان هو يعرف نقاط القوه والضعف للفريق المنافس حتى يتعامل معها معامله المعامله الخططيه اللي ممكن يبقى موجود. شوف الطريقه المصريه في اللعب دي طريقه مكشوفه للجميع، للجميع هم، لان عندهم بيلعبوا باستمرار سواء في البطولات الافريقيه البطولات العربيه في فالزمالك مش مستخبي يعني. الزمالك يعني مش فرقه مجهوله عشان فيديوهاته موجوده، يقدر يلعب بالخطه اللي هو يحتاجها او يدرس او مش عارف ايه، لا ده بالعكس، الزمالك فريق كبير، الزمالك من اقوى الفرق في افريقيا والعرب، فالخطط بتاعته موجوده، اللعيبه بتاعت الزمالك محفوظه بالاسم في الدوري السعودي معروفه، فاظن ان سهل جدا على مدرب الزمالك ومدرب الهلال ان هم يتعرفوا
على الفرقتين ويتعاملوا معاهم فنيا وخططيا.